طبعا استاذ خالد، انا ابدا معاك. قول لي بقى، الزمالك بيمثل لك ايه؟ اولا يا كابتن، انا في البدايه عشان احنا في نادي الوطنيه، انا عايز اولا بنعزي انفسنا وبنعزي مصر كلها في شهداء الوطن، بما بحول الله. اننا في النادي الوطنيه في مصر. اولا يا كابتن، الزمالك ده كيان كبير قوي، يعني حبه بيجري في عروقنا من البدايات. احنا اتولدنا على حب نادي الزمالك، لقينا ابهاتنا ولقينا عائلاتنا بتحب نادي الزمالك، فولدنا على انت حب بالنسبه هذا لك الكيان. كراسه يعني، العيله كلها ما شاء الله يعني. فكلهم زملكاويه حضرتك الحمد لله. انا من دمياط من يا كابتن، دمياط. وانا ما والله شاء الله اول يعني، كوكتيل من وانا الحوار ده. اول مره اخش نادي الزمالك. انا بالمناسبه دي انا عايز اشكر سيادته المستشار، اقسم بالله نادي عالمي. يعني انا ما صدقتش اللي فيه موجود نادي في مصر بالنادي في التطور ده. فانا باسم جماهير نادي الزمالك بنشكر سيادته المستشار على المجهودات الكبيره وعلى النادي العظيم اللي بينتمي لكل واحد زملكاوي في مصر. قول لي بقى، انت بدأت حبك الزمالك في انه جيل؟ انا كابتن، انا مواليد السبعينات، ربنا انا يديك في الصحة. جيل الكابتن حماد عبد اللطيف والكابتن احمد رمزي حاول. والكابتن ايمن طاهر. يعني انا اول بدايتي مع الزمالك البطوله كاس الافرو اسيويه النهائي مع فريق فاركاوا الياباني، حضرت انا المباراه دي. الزمالك فاز 2-0، كابتن عفت نصار جاب الجون الاولاني، كابتن جمال عبد الحميد والكابتن عفت نصار، وكان الحارس المرمى كابتن ايمن طاهر. فانا البطوله دي من ماتشين، الفريق الياباني طلب يتلعب ماتش واحد يعني عشان النفقات، كانت من ماتشين طلبوا يلعبوا اللي انت هو ماتش فاكر واحد في كمان الماتش. فاكر انا حصلنا على بطوله الافرو الاسيويه دي مرتين، سنه 88 وسنه 97. 97 دي كانت بالنسبه لي انا اول بطوله. كان لي معك، كنت انت كابتن بس موجود. كابتن نادر طبعا اللي كان بيلعب، بس كنت انا موجود في الفريق يعني. وكنت انت موجود. قول لي بقى، انت مريت باجيال كتير على نادي الزمالك، انت بالنسبه لك الجيل اللي هو حاسه شوف يا قريب كابتن، منك؟ جمهور الزمالك بيفهم قوي، واللاعب المخلص عمر جمهور الزمالك ما بينساه. يعني انت يا كابتن، مش عشان انت قاعد، جمهور الزمالك عمره ما ينساه لك. انا افتكر انت يعني عم مشيت من الزمالك كان ليك مستحقات، عمرك ما فكرت في يوم من الايام، اقسم بالله انا افتكرك النقطه دي. احنا بنشوف الوقت حاجات، يعني ما تزعلش مني، ان شاء الله اللعيبه بس تركز. الكوره بقت عباره عن ماديات يا كابتن، فاحنا بنقول اللعيبه خد فلوسك، بس في نفس الوقت وراك كيان، وراك جماهير عظيمه. هي الرياضه عباره عن اهم كيان في الرياضه الجماهير. الجماهير ان حبت اللعيب هتشيله في دماغها وهيفتكر هو رمز بالنسبه لها. الجماهير لو غضبت على اللعيب لهو نجم النجوم. فكل لعيب لازم يفهم النقطة دي. الزمالك كيان كبير وجماهيره كبيرة، وجماهيره بتفهم وبتقدر اللعيب اللي بيلعب من أجل الفلينة والكيان، واللاعب اللي بيبص للماديات.